يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يحتج بعض الصوفية بقول الصحابي الجليل بلال بن رباح رضي الله عنه أثناء تعذيبه قوله أحد أحد، وقالوا لم ينكر عليه أحد، فهل هذا حجة له؟ هذا ما هو، ما قال من باب الذكر، إنما قاله من باب الصبر، قاله من باب الصبر على التعذيب. نعم.